اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في اول حلقات اخبار الجورنال الارجواني، وتاكد انك عامل لايك وسبسكرايب علشان الحلقات اللي جايه ان شاء الله توصلك. واول خبر هو اقتحام دب الماركت، وتاني خبر هو ابقار طايره في سماء سويسرا، والخبر الثالث مفاجاه صادمه داخل منزل بسعر منخفض، والخبر الرابع بيتزا البطيخ. فصل على النبي وخلينا ندخل الحلقه. لو انت في الماركت ولقيت زبون دخل يدور على حاجة ياكلها فده شيء عادي، لكن لو الزبون ده بقى دب، اهو ده اللي حصل بالضبط في ماركت في ولاية كاليفورنيا. دخل دب يدور على الاكل في الممرات، لكن الموظفين قدروا يطلعوه برا الماركت لحد ما الشرطة وصلت ولقوا الدب مستخبي ورا مقطورة قريبة من الماركت، واتصلت الشرطة بإدارة الأسماك والحياة البرية، واللي أخدت الدب وشلت حركته كيميائيا وودوه بعد كده على الغابة. احنا متعودين ان السماء بيطير فيها طيور زي العصافير والحمام مثلا، ولو مش طيور يبقى طيارات، لكن بقر. في اوتيل في سويسرا كانت في طياره هليكوبتر بتنقل بقر، فايه السبب؟ يعني ايه اللي مخليهم مش علاقين البقره دي كده؟ السبب يا سيدي ان في قطيع مكون من 1000 بقره رايح يشارك في معرض الابقار، ولان بعض اماكن الابقار بيكون صعب العربيات توصل ليه فالقطيع بيمشي طريق طويل، ولان بعض البقرات مصابه فاضطر انهم كمان ينقلون بالهليكوبتر. البقره دي على فكره شجاعه جدا، انا مش عارف ازاي ما صرختش وهي في السماء. اشتروا زوجين بتريفي بسعر لقطة في بنسلفانيا، ولأن اللي فيه الخير ما يرمش الطير كانت فيه مفاجأة صادمة. اكتشفوا ان جدران البيت مليان بالنحل، ولقوا ما يقرب من 500,000 نحلة، واضطروا انهم يصرفوا 12,000 دولار للتخلص من النحل. ويقال ان المالك القديم كان عارف المشكلة لكن ما عملش حاجة لانها مكلفة، وقال خبير النحل كان جه علشان يقدر تكلفة ازالة النحل ان النحل عاش في الجدران 35 سنة، وحاليا الزوجين بيلموا تبرعات علشان يقدروا يقعدوا في البيت. بخلينا نخرج من عالم الحيوانات والبيوت ونروح للأكل. هل جربت قبل كده بيتزا البطيخ؟ ايه يا عم بص لي كده ليه؟ ده مش اختراع انا، ده اختراع اوليفر بيترسون، هو اللي عمل الحكايه دي وعملها بالبيبروني. راحوا دومينوز بيتزا بقى قالوا طب ما نجرب بيتزا البطيخ، ونشروا فيديو على تيك توك وقالوا انهم جربوا بيتزا البطيخ، فهل من الممكن انت كمان تجرب بيتزا البطيخ؟ بس وبكده تكون حلقتنا خلصت. متنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. أنا معكم مصطفى العشري من أخبار الجورنال الأرجواني، أشوفكم إن شاء الله الحلقة اللي جاية، سلام عليكم.